كل برج واحنا طرينا قبل شوي مو معناته كل بنت لازم تكون مثلا تحب المطبخ ولا تحب اليهال وكذي، فعلى هالطاري نفسه خلونا بهالدائره هذه. كل برج اذا صار يد او يده شنو ممكن يكون طريقه تعاملهم مع الاطفال او شنو ممكن تكون شخصياتهم؟ الحمل انت فتحت الباب دائما ويانا، فيقول لك اذا صرت يد او يده فلا هذا ما راح ياثر عليك نهائيا لان انت بتتم طفل صغير في داخلك ابدا. اما برج الثور راح تكون شخص هادي وحريص واعلى درجات الحكمه. جوزاء عاد اخذ عندك، حتى لو صار يد ولا يده فهو بعض المرات يعطيك موديل الحكيم حكيم البلد. بعض المرات وده يرد يتهور مره ثانيه ويرد لي يعني تهور الشباب هذا. الله عليك يا سرطان، انت راح تكون الجد الحكيم المليء بالحكمه والفلسفه. شوف يا ولدي انت راح تبدي دائما شوف يا ولدي. الاسد عايش شفته هو قاعد كذي منبطح بالغابه وقاعد يطالع الرايح والراد ويطالع الاشبال شو قاعد يسوون، تحسه شخص مليء بالوقار. بالضبط هذا انت يا برج الاسد، مليء بالوقار والحكمه وتعطي دائما خلاصه تجاربك في الحياه. عذرا يا عذرا، انت ما راح تختلف بالهدوء والحكمه، بس راح يزيد عليك شغله واحده، راح تكون محب للطبيعه والاسترخاء. هذه رحلاتك الريفيه دائما. يا حليله عيل، اخذ عندك الميزان وايد ينن، كلك حنان وعفويه وبساطه مع اليهال لما تصير يد ولا يده. تعال يا العقرب، العقرب انت حتى تبارك الرحمن بهالعمر. يقول لك هذا راح يكون اليد الذكي اللي ما يحوشه زهايمر، اللي ما تقدر تقص عليه. ها انت قايل لي انت كذي ها؟ وينك الزوار اللي طافت؟ بعد في وراها ايه ها في وراها هذه وايد اي راح يصير كذي ديفنتلي. اما القوس فانت يعني بلطافتك وجمالك فانت بستمر فيها حتى لما تكبر، لانك راح تكون الجد او الجده اللطيفه اللي تقول سوالف وحكايات اللي قبل النوم وكله بس سوالفها كلها حزاوي بحزاوي. الجدي يعني راح تكون انت جد صارم، اي شويه صارم، وبس بنفس الوقت انت حكيم وراح تعطي خلاصه الدروس بالحياه هذه، يعني راح تقول شوف يا ولدي انا خلال تجربتي، ويصير شي صدى اكو. انت راح تكون كذي، ما هق شخصيتك. راح يتعلم من دروس حياته اول عشان يعلم فيها الاوادم. دروس حياته كلها غلط. هو اتوقع بقعد احفاد يقولهم علموني ايش بسوي في الحياه. اما بالنسبه حق الدلو فانت من الجد الودود، انت اللي تحب تكون عندك عزلتك الخاصه لكن بنفس الوقت لا يو احفادك عندك فانت صديقهم الصدوق. حوت يا حوت، انت الجد الطيب الكريم المحب لاحفاده اللي تحب يمعتهم شيء يمعهم يمك وتفضل هاك حكيبه هاك يبا كم تبي 20 تفضل 20. هو الودي الجمعيه؟ ايوه الله.